كنت لاعبا مع الوداد المغربي، واجهت الزمالك في موسم 2016 ونجحت في تسجيل هدفين، وانتهى هذا اللقاء بفوز الوداد، ولكن الزمالك كان قد نجح في التأهل فيما بعد. كواليس هذا اللقاء، وهل تحدث معك بالفعل أحد المسؤولين في نادي الزمالك من أجل الاتفاق معك والقدوم والتوقيع لمصلحة نادي الزمالك؟ الزمالك والأهلي الناديين عظيمين في مصر، وكان هناك اتصالات دائمة لكي أنتقل لأحدهما وألعب لأحدهما، وأنا ممتن جدا لهذا. ربما يحدث أن نكون على مقربة من تحقيق شيء ما، ولكن تتفرق السبل وكل يذهب في طريق، ولكنني أقول أنني أسعد دائما بأنني ألعب لفرق عظيمة ومثل الأهلي والزمالك. والمباراة أمام الزمالك كانت مباراة عظيمة جدا، وأيضا قابلت خلالها لاعبين كانوا من زملائي. قابلت إسلام الذي كان زميلي من قبل المباراة، وكنت أرى في ذهني أن إسلام يعرف كل تحركاتي، وإذا ماذا سأفعل؟ لو شاهدت المباراة مرة أخرى. إسلام جمال بحكم أنه كان موجود معك في طلائع الجيش. نعم، أنا أتحدث عن إسلام جمال. كنت أحاول دائما أتجنب إسلام جمال وأبتعد عنه قدر الإمكان، لأنه يعرف تحركاتي، لأننا لعبنا معا في طلائع الجيش. وعندما كان زميلي يجري بالكرة كنت خلفه، وكان يجب علي أن أعرف قدراتي كمهاجم. أنا أعرف أنني سريع، كنت منتظر فقط أن يلعب زميلي الكرة بالعرض. كنت في الانتظار وانقضت عليها برأسي، وكانت أيضا تجربة عظيمة جدا لأننا فزنا فوز كبير خلال هذا اللقاء. ولكن الزمالك فريق كبير، وهذه هي كرة القدم، أنه هو من تأهل. بالتأكيد الدفاع الوداد لم يكن جيدا، ولكنني أديت واجبي كمهاجم، سجلت، وأنا دائما أسعد بأن أؤدي واجبي، لأن ابني وأولادي وزوجتي يحبون أن يشاهدونني وأنا أسجل في الملعب، وأيضا في ليبيريا يحبونني عندما أؤدي بشكل طيب في الملعب، أنني مركز تماما، والأهم أن نحصل على 3 نقاط ولابد أن أسجل. أنا أحب التسجيل. كانت تجربة عظيمة، والزمالك فريق عظيم، وأيضا الأهلي فريق عظيم، واجهنا الأهلي، وكانت مباراة صعبة جدا، وكانت مباراة صعبة، وكانوا يحاولون دائما مراقبتي ويبحثون عن ويليام جابور. هذه التجارب عندما أنت أيضا سجلت في شباك الأهلي مثلما سجلت في شباك الزمالك. أنت سجلت في شباك الأهلي كما سجلت في شباك الزمالك. أنا سجلت في كلا الناديين، هذا صحيح، أنا سجلت في شباك الناديين، وهذا بفضل الله هذا ما تم، وكانت تجربة عظيمة. أعتقد أنني سجلت هدف في الأهلي وهدفين في الزمالك، كانت تجربة